القنصلية الهندية في مزار الشريف بأفغانستان تعرضت الأحد إلى هجوم مسلح لم يتم تحديد هوية منفذيه. مصادر محلية أوضحت أن العملية نفذها عدد غير محدد من الرجال المسلحين الذين تمركزوا بمنزل قرب القنصلية حاولوا اقتحام المبنى بعد حلول الظلام. قوات الأمن الأفغانية انتشرت بأعداد كبيرة لمحاولة القضاء على المهاجمين الذين لم يتم التأكد بعد إن كانوا ينتمون إلى طالبان. مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ هي رابع أكبر المدن الأفغانية الواقعة على بعد 300 كيلومتر شمال غربي العاصمة كابول. هذه العملية التي لم تسفر عن ضحايا حسب جهات أمنية تأتي بعد يوم عن الهجوم المسلح الذي استهدف قاعدة بثنكوت الجوية للجيش الهندي بولاية البنجاب والتي خلفت مقتل 7 عسكريين وستة مهاجمين. هجوم استغرق ساعات يعتقد أنه من تنفيذ جماعة تدعى بجيش محمد تتمركز في باكستان.